إنك قد صنعت ببأس، بيكلم يهوديت بعد الحاجة الحلوة اللي عملتها وخلصت شعبها، وثبتت قلبك فأحببت العفاف ولم تعرفي رجلا بعد رجلك. يمكن انتوا عارفين ان يهوديت دي كانت أرملة، وكانت أرملة شابة، كانت متدينة جدا، بتاعت صوم وصلاة، ولما حوصر شعبها وكان في أزمة كبيرة قوي، يهوديت بصلواتها وصومها وجهادها أنقذت شعبها. وهم بيكرموها في آخر السفر بيقولوا لها أحببت العفاف ولم تعرفي رجلا بعد رجلك، فلهذا أيدتك يد الرب فكوني مباركة إلى الأبد. هنا كلمة العفاف قصد بيها الطهارة بعد فترة زواج، يعني إنها ما عاشتش في الخطية ولا حتى احتاجت تتزوج زواج آخر، لأنها كانت تميل أكثر للعفاف. طبعا ده لا يعني أبدا إن الزواج فيه خطية بذاته، ولكن العفاف فيه درجات زي ما هنشوف. في العهد الجديد تلاقي كلمات التعفف أكتر. مثلا أشهر آية كلكم يمكن حافظينها، لما يقول ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. يبقى القديس بولس في غلاطية 5 حط كلمة التعفف تاسع ثمرة من ثمار الروح القدس. يعني الإنسان الروحاني الممتلئ بالروح بيبقى طبيعي متعفف أو عنده عفاف، لأنه هو ممتلئ بالروح القدس، روحاني يميل للروحيات فلا يميل للجسديات عموما، لأن كلمة تعفف معناها تسامي أو يعني ميل للروحانية أو ضبط للنفس، كل دي معاني تحت كلمة العفة. أغلب الناس بتفهم كلمة العفة في معناها البدائي خالص، عدم الزنا. هو عدم الزنا أو عدم ممارسة الخطايا اللي من النوع ده، دي أول خطوة في طريق العفة. لكن طريق العفة طريق ملوش آخر، زي كل فضيلة. مثلا لو قلت المحبة تبتدي انك ما تكرهش، لكن كلمة المحبة اكتر كتير قوي من مجرد ما تكرهش. فهنا مثلا لما يقول القديس بولس الرسول إرادة الله قداستكم ان يمتلع اي ما تمتنعوا عن الزنا، يبقى الامتناع عن الزنا بداية طريق العف، لكن طريق القداسة والعفة ده اعلى كتير من مجرد الامتناع عن الخطيئة.